ماشي. صباح الخير البنات، صباح النور. انا نهضرب شويه راه 6 الا 4 ناشس. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. اكيد تشبعي نعس ولا لا؟ نصباح. تشبع نعس البنات، خلاص ما كاش لي زيد تلومني. امسح على الاسانسير. البنات ترقد بكري وتنوض على داك على بالك وتنوض مع 4 ونص تجي تنوض تقول لي ماما نمشيو نقرا ولا نوض نزال زيدي شويه. يعني راها موالفه خلاص الحمد لله. سقمي ماما فائرة دوك من هذيك الصواريخ التحت. يا ماما شاركم عاملين فيها. احنا الحمد لله بسم الله على بركة الله. اجي ماما نسيت لك واقف شبي نرفد لك كارتة بس لها سوارين اون سي جامي بغيكم كاين شوية برد. شوف الحال مازالت الظلمة. اوكي فارا ربست لها هادي برا الصباح يكون كاين شوية تاع البرود. يا كنجس فوالا او انا فوالا اون دابيتيت سبورتيف. اوكي ماما حليني باب لا ساكو دو تاعها مسكينه. بسم الله يا فتح يا ربي حلي الباب. شوفوا البنات الحال شباب 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 ما كانش البرد كانش البرد حال مانيفيك. هيا بنتي عشان نمشيو. هي ناجس كاش ما تعودي لهم؟ لا عودت هاد ولو جاتي وحده خرجت مورايا شغل عنا كاملهم برا كامل يفكروا يمشوا يخدموا على بكري البنات هنا امريكا ماشي الجزائر ينوضوا في خاطرنا وهنا السخكي لاسونس ابيك في الطريق كامل يخرجوا ساعتين ساعه ونص قبل وقت الخدمه ديالهم خصو يكون السخكي لاسونس. اوكي من وصلوا ما نفعت راها نشيطه لكن نشيطه اليوم انتي راها نشيطه. يا ستوب ماما احنا الاولى وصلنا سي بيان باش هي تكون الاولى في اللايف. هنا نجيو وبداو نعملوا اللاين. كاينه وحده قبلي كاينه وحده قبلي كاينه وحده صبطنا على جس كاينه وحده سير اللاين بداو يجيو يوقفونا. فوالا جالباس نجس خليني هذا سوار السخان كما راكم تشوفوا البنات ماشي غير بنتي بزاف بزاف كامل تلمونا هذا كما راكم تشوفوا. Don't forget your seat belt, okay? باي ماما باي. راحت مسكينة كما شفتو كامل نجيو هنا ومن بعد نوليو لديالنا. هذا جاروطار جايبها بزية هادي حبست سمعت كلاكسون تاع اللوطو حبست باسكو جاب بنتو فوالا جاي يجري. فوالا البنات مام هو فوالا باللوطو كما شتوه
كان الاخوات اللي قالوا لي علاش ما توصلوهاش باللوطو، هنا ماشي كما البلاد، ها هو دا بلوطو كارا، لانه هنا يخدموا سيركيلاسيون بزاف، يعني هنا ما يمشوش يخدموا بالوطاهم، يمشوا كامل يخدموا في البوس. كامل عندنا لا كارت المترو، لانه المترو هو اللي يوصلك بالخف الخدمه. اذا استعملتي اللوطو ديالك هنا في نيويورك اللي ساكن في السونتر راح تتعطلي، وهذوك ما شفتوهم كامل بالوطاهم ويعملوا البوس، البوس هو اللي يعبي لهم ولادهم، لانه امبوسيبل ما يكفيكش الوقت، عندك دراري واحد اخرين، عندك مسؤوليه، عندك تولي للدار على بها. يستعملوا البوس وهو يعبيهم، هو يجيبهم هكذا، يكونوا شويه كما يقول لك منظمين رواحهم. هذه هي حياه البنات. الحر سخون 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 اليوم بنتي، فوالا الصوره نحيتها لها باسكو سخانه والحال شوكي، راه ديك الشتا حنا نقولوا عرس الديب والديبه بصح هذيك مي تكون السميشه ماشي الظلمه، مي تكون السميشه وتصب الشتا نقولوا عرس تاع الديب والديبه. حاره سخون والنوي هكذا خفيفه، شوفوا ما تبانش مابا. اوكي نولي للدار. كاميليا البارح ما عرفتش واش صرارها، تخوا فوا هي تنوض في الليل وما تحبش تولي ترقد وغير تبكي وما عارفاش واش بيها، والله ما عرفت واش بيها، طار عليها النعاس ما فهمتش، هاكي مريضه نونو والله ما عرفت. يعني بيتتنا ساهرين كي انا كي باها بايتين ساهرين معاها، يعني ما عندي ما رقدت كي انا كي هو البارح، الحمد لله وخلاص. هذه هي نجوزو لي جوزوه والدينا. اوكي البنات راح نحبس هنا ورانا نطلع من بعد ان شاء الله ونكملوا الفيديو تاع نهار اليوم. شوفوا 6 تاع الصباح يخرجوا حشاكم كلابهم، يعني قبل ما يمشوا يخدموا كامل هنا، قبل ما يمشوا يخدموا يخرجوا ضروري هكذا الحيوانات ديالهم ومن بعد يدخلوهم ويمشيو. هيا اوكي البنات من بعد. وهنا من بعد ما دخلت للدار ها 26 كما راكم تشوفوا، على حسب دي فوا 16 راكم في الدار حسب البوس. عاد درك السميشه بدات تشرق، يعني الحال بدا يصبح. سقمت راجلي بيان سور، راح انا كان راح حتى هو يروح بكري، لانه راني بروفيتي من الحال يكون مليح انا نعبيها ومن بعد يولي هو يعبيها. المهم بعد مشيت نحضر هكذا واحد الفنجان تاع القهوه، الله الله نقعد به راسي وانا عزيزه عليا القهوه كحله مع الخبز بالزبده ولا الخبز بالمعجون ولا كرواسون، حاجه هكذا خفيفه نحبها في الصباح. وبخوفيتيت مادام كاميليا مازالت راقده راكم عارفين انا بعد عزيزه عليا هكذا قهوه في الكالم. من بعد شغل تاع الدار اللي ما يخلص اللي ما شاركتوش معاكم، كاميليا قهوتها وعملي هادي عملي هادي، ومشيت حضرت اليوم الحلوه اللي كانت خاصتني. هذه الحلوه اللي منزلتها لكم في الفيديو هذا، هذه يومين ماشي الفيديو اللي قبل هذا اللي قبله، حضرت لكم هذه الوصفه، يعني حطيته هو الاول وصفه بوحدها، لانه بزاف اللي طلبوا الوصفات على بها راني نحب نعمل الوصفات بوحدهم في فيديو هكذا باش ما تحوسوا عليهم تلقاوهم. المهم اللي ما شافش الفيديو ان شاء الله راح نخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف اللي هنا في الشاشه، لانه وصفه رائعه، وصفه حلوه تاع الفرشيطه تاع زمان، يعني اللي يجي ولا اللي تجي تذوب في الفم. ومن بعد كنت حضرت العشاء ديالي، عملت هادو معقوده تاع الخضر بالنسبه للوصفة ان شاء الله راح ننزلها لكم بعد هذا الفيديو. البنات راني في السوبر ماركت، حبيت نوري لكم كيفاش تعرفوا البطاطا الحلوه المليحه كما تاع البلاد. كما راكم تشوفوا كاين هنا ثلاث انواع، احسن نوع هو هذه الحمراء، ولازم تعملوا هكذا بصبعكم تجبروها الداخل بيضاء، هذه هي احسن نوعيه كما تاع البلاد، حلوه واحسن حمراء والداخل بيضاء، عكس هذه شوفوا الداخل صفراء. اوكي راح نفتح بنان، راه 49 لبس نرفد الدب ماما فوالا لي كاطو. شوفوا عندهم حتى اللي واجد، اللي ما يحبش يطيب بالتي فوق كلش البنات، اللي ما يحبش يطيب
الطماطم المصبرة بزوج بخمسة دولار رخيصة. فوالا الخبز كوشا هنا تردوه ديريكت سخون من هنا فوالا البيتزا كلش البنات سخون 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 ما تاع البلاد فوالا. هذا باش يعجبني في هذا السوبر ماركت مين نعجز نطيب نلقى خبز سخون فوالا. او كرواسون كاين الكبير ولا الصغير، نحب الصغير نحب الصغير. دون علينا فوالا نزيد واحد. فوالا كاين حتى الفوت فريش برك، يعني دي فوا ما تلقاش فوت لاكي حبات وشو كاين صراحه راه كاين الخير. عندي غير نشوف لي بري باسكو راه عندي في الدار، شوف كاش تخفيض. هذا مكان الزيتون كما تاع البلاد، شوفوا البلاد شحال هادي الفتيته، شوفوا 4 دولار تولي قريب 100,000 تاع البلاد. شوفوا تقولوا بلادنا عيشة غالية. شوفوا هذا دا يولي 120,000 تاع البلاد، شوفوا شحال. خلاص البنات بالخطر في الصوالح باش نجيب نرجس باش ما تعطش، راها قريب توصل بزيه، ما كانش الغاشي في اللاين الحمد لله. نمشي نخلص يا ماما يا نركم هذا كما اللي يجيبو دولار تري، هما شوفوا يبيعوا بزوج دولار، دولار تري وحده بدولار كيف كيف البنات. فوالا البنات رجعت للدار كما شفتوا، يعني جيت ليشان مع النرجس. يعني فضلت اني نمشي سوبر ماركت عاد باش نفوت عليها خير ما نفوت عليها ومن بعد نفوت سوبر ماركت ومسكينه تتعطل راكم عارفين خصها ترد بكري يعني البروغرام باش ما نفزتش البروغرام وخلاص. وريت لكم تما شريت البنان، البنان كما راكم تشوفوا عندي هنا فيهم 15 الحبه، جاتني برك 2 دولار ولا ما لحقاش 2 دولار، يعني رخيص على برا. ولا واحد اللي سوبر ماركت واحد اخرين كاين اللي يحسبوا ب 69 89 اللبس، هما يحسبوه 49 يعني. وانا نحبو هكذا علاش البنات ما نحبش نجيبو دياك طايب، قليل قليل ونجيبو طايب. يعني اذا رحت ولقيت هذا اللي نصف طياب نجيب هذا احسن، لانه هذا نهار يومين خلاص يولي لي طايب. بطاطا وريتها لكم 4 حبات جاتني 2 دولار، هذه روعه من اروع ما يكون. لي بخي البنات عندهم البطاطا بهذه بدولار 49 سنت، يعني ما دولار ونصف البطاطا يعني المليحه. والبصله البنات حتى هي رقيتها عندهم دولار، شوفوا يعني هذه دولار وهذه دولار. يعني واستنبيه البنات حوسوا في جوجل اللي يكون قريب عليكم وروحوا، يعني عندهم لي بخي ملاح بزاف بزاف وتعجبني، يعني يعجبني السوبر ماركت ديالهم. اوكي الياغورت هذا حلال، الخبز البنات سخون، انا وبنتي ديجا كلينا وحده ونص، كنا نستناو في نرجس وحده ونص كملناها انا وكاميليا. اوكي كرواسون صفحه كاميليا كرواسون خبز، هذه هي اللي وريتها لكم. طماطم المصبره 2.5 دولار، يعني يقول لك 2 ب 5 دولار. مارغرين هذه البنات مارغري فيها نسبه تاع ملح، يعني ماشي مالحه بصح تخرج لي الحلوه هايله. البنات اللي سقسوني يعني عن تجربتي الخاصه جربتها في الحلوه وجات روعه، لانه ماشي مالحه بزاف يعني نسبه قليله. شريت بيان سور الكالامار حتى هو مجمد ياس ماما، وهذا في 10 بتونه هنا باش تقرا. هذا مكان
يس ماما. انا شريت هادو وهو ان شاء الله ميجي جاي يجيب لي عاود تسوق تاع اللحم، لانه لازم نقسمو باسكو هذا السوبر ماركت ما يبيعوش الحلال، اللحم الحلال ما كانش. الوغ انا شريت هادو باش هو ما يعياش وانا ما يعياش، هكذا نتقاسمو. وهو ان شاء الله مين يكون جاي من الخدمه، مين يخرج يفوت واحد السطور يجيب اللحم الحلال يجيب لي من تم. هذه هي امريكا البنات، ضروري نتعاونوا مع بعضياتنا البعض، سينو ما نلحقوش. المهم نمشي ندخل هادو كامل ورانا نطلع من بعد ان شاء الله. بالنسبه للخضره البنات، شاك فوا نقولها لكم وهي انه ما لازمش تخلطوا البطاطا مع البصله، البصله دائما تكون بوحدها والبطاطا بوحدها، على خاطر اذا خلطتوهم راح البصله ولا البطاطا تتعفن بالخف. هذه خذوها من عندي. وحاجه واحده اخرى كما راكم تلاحظوا، حاولوا دائما توضعوها هكذا باش تحت هذه ما توسخ لكمش، ما في البطاطا والبصله تهبط. انا وضعه، شوفوا البنات وضعه هذا، وضعتهم والحمد لله. يعني نرفدكم درك ملي جيت نعمرهم نفدت برك هذه، نفدتها ورديتها وحطيت الخضره ديالي. وبالنسبه للفاكهه ولا البنان، انا برك راني نوري لكم لانه انا راني حابه يطيب لي غدوه ولا لي غدوه يكون طاب ديجا. اذا راكم حابين البنان تاعكم ما يطيبش، دائما هنا في هذا الراس وضعوا هذا البلاستيك غذائي وتلفوا عليه. فوالا بدي الطريقه، البنان ديالكم يبقى لكم مده طويله وما يفزتش. هذه هي فوالا البنات، عاود جاب لي النوبه ديالو درك، هو اللي جاب اللحم. وهذه هذا هو ستور نقول لكم عليه، ثلاث فات تلقاو عنده كل اللحم الحلال، اي حاجه تشهيوها تاع العرب تلقاوها عنده، جاي في الكوينز، كاين في التوري، كاين في برودواي، وكاين في توري 6، وكاين راكم عارفين هذاك تاع بلادي، وكاين في البيرج. المهم هادو تاع الكوينز. انا نحب المرقاز هذا سبايسي الحار. جاب لي الدجاج، الكفته، الكفته هذه تاع يومي تكتيا باسكو انا ما نشمدهاش، يعني هذه في الفريجيدار ونطيبها. واسكالوب انا نقطعو، جاب لي اليوم هكذا انا نقطعو. حلوه الترك فوالا، هذه ما فيهاش نسبه كبيره تاع السكر، هايلي خالي من السكر. عادك راجلي ما يحبش حاجه حلوه بزاف، على بها جابها خالي من السكر، مام الدراري الصغار ما يحبش يولفهم السكر. الحلقومه تركيش، هذه ما نشاف البرايس شحال، اي 499. وهادو لي زابا ولا الكلاوي تاع الدجاج نحبهم انا، نحبهم خيم تاع الكبش والقلب فوالا القلب. واش ثاني؟ اوكي اللحم باسكو خلاص اللحم كملت العيد. وهذا تنقرا لانشو ميت هكذا نورمالمون تنقرا. هذا واش جاب. المهم هادو كامل مازال باقي لي شغل وحده اخر لازم نغسلهم، قسمهم اللي يدخل الكونجيلاتور يدخل، واللي يبقى في الثلاجة يعني في الفريجيدار لتحت يبقى في الفريجيدار. والبقرة الضاحكة هاي او. بالنسبه للعشاء كان هذا هو المنيو اللي ما شاركتوش معكم، لانه ان شاء الله راح ننزلكم الوصفه ديالو من بعد هذا الفيديو. هادو اقراص ولا معقوده الخضر اللي تجي من اروع اروع ما يكون، ونشوفها صحيه وراح تعجب العائله ديالكم وخصوصا وليداتكم. انا بعد بناتي يحماقوا عليها ان شاء الله. كما قلت راح ننزلها لكم من بعد هذا الفيديو. وهنا حبيباتي ما عندي ما نقول لكم غير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والقاكم في فيديو اخر ان شاء الله.